السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. في العام 2000 في 12 من مارس، وكان يوم أحد، تقدم عبد القادر الرواج إلى مركز الشرطة في حي مامي بالبليدة وأبلغ عن اختفاء شقيقه ميمون الرواج. في المعلومات التي أدلى بها أن ميمون المزداد في العام 75 900 و1000، والذي يعاني من خلل عقلي، لم يعد إلى البيت منذ يومين. أضاف أنه اعتاد على الخروج والتجول في الحي، وفي بعض المرات يمضي إلى وسط المدينة، ولكنه يعود في المساء فيأوي إلى غرفته في الطابق الأرضي من البيت. لم يوجه الشرطي الذي تولى تدوين البلاغ أسئلة إلى عبد القادر الرواج للحصول على معلومات إضافية. في تلك المرحلة كانت أقسام الشرطة تتلقى بشكل يومي تقريبا بلاغات عن اختفاء أشخاص، ولذلك اكتفى الشرطي بالحد الأدنى. دون البلاغ وقال لعبد القادر إنه سيبلغ فور التوصل بكل جديد عن شقيقه ميمون. كانت عملية روتينية. غادر عبد القادر الرواج مركز الشرطة. في ذلك اليوم علم الجيران أنه أبلغ عن اختفاء أخيه ميمون، ولم يفت الكثيرين من بينهم أن يعبروا عن تأثرهم وعن مواساتهم. لم يكن ميمون الرواج عنيفا، لم يكن يكلم أحدا إلا نادرا، بعضهم يعدونه مجدوبا، ويراه آخرون زهريا يستطيع القول فيما هو آت. لم تتغير وتيرة الحياة في منزل الرواج. كان عبد القادر يمضي إلى عمله في المحطة الطرقية، وكانت زوجته تشاهد وهي ترافق طفليهما إلى المدرسة. وكذلك توالت الأسابيع ثم الشهور، ولم يتوصل عبد القادر بخبر من الشرطة حول مآل شقيقه ميمون، ولم يعد إلى مركز الشرطة ثانية. المنزل الذي يسكنه آل إليه وإلى شقيقه ميمون على سبيل الميراث بعد وفاة والدهما، ثم بعده ببضع سنين والدتهما. كان عبد القادر يفكر في إعادة هيكلة المنزل وبناء غرفة إضافية في الحديقة الخلفية. كانت زوجته التي تسكن عائلتها حي بوشاشي ترى أن يتم بيع المنزل وشراء آخر في ذلك الحي حتى تكون قريبة من عائلتها، ولم يكن زوجها يشاطرها هذا الرأي. في 6 ديسمبر من العام 2000 كان قد انقضى ما يقرب من 9 أشهر على إبلاغ عبد القادر عن اختفاء شقيقه الوحيد. في ذلك اليوم جاء من مركز الشرطة من يطلب منه الحضور. لم يسأل عبد القادر عن السبب، فما ينتظره من الشرطة معلومة ما حول مصير شقيقه الذي يعاني من اختلال عقلي. لم يتأخر في الحضور. كان الشرطي نفسه الذي استقبله قبل 9 أشهر وراء المكتب، وقد بادره بالقول إنه بعث في طلبه ليبلغه بخبر قد يكون متعلقا بشقيقه ميمون. لم ينطق عبد القادر بكلمة. قال الشرطي إن جثة اكتشفت في حي سيدي المداني في أطراف البليدة، ولم يتعرف عليها أحد. كان ذلك قبل يومين. طلب الشرطي من عبد القادر التوجه إلى المشرحة للتعرف على الجثة. انتابه شعور غريب، هو مزيج من الخوف والحزن. كانت المرة الأولى التي سيدخل فيها إلى المشرحة. لما فتح العون الدرج المعدني الصقيل بدت له جثة ممددة وقد لفت ببطانية ذات لون داكن. تقدم إليها العون وكشف عن الوجه. عينان مغمضتان، لحية سوداء. لم تكن جثة ميمون. يذكر عبد القادر أنه قرأ الفاتحة قبل أن يغلق العون البلدي الدرج المعدني. عاد إلى مركز الشرطة في حي مامي وأبلغ بأن الجثة ليست جثة شقيقه. في المنزل لم تكن زوجة عبد القادر تعير كبير اهتمام لاختفاء ميمون، وقد ظن زوجها أن لا مبالاتها تلك تنسجم مع تجاهلها للشاب المختل عقلياً،
يذكر أنها كثيرا ما وصفته بالعبء الثقيل، ولذلك لما أبلغها بأن الشرطة طلبت منه الحضور للتعرف على جثة تم اكتشافها في أطراف المدينة في سيدي المداني، التقط سريعا ردة فعلها. بدا أن حلقها جف، قالت: إذا مات فليرحمه الله، لم تضف كلمة أخرى. قال عبد القادر إن الجثة التي عاينها لم تكن جثة أخيه، لم تعقب ومضت إلى المطبخ، كتم ما وجده من سلوكها ذاك. منذ أن عاين تلك الجثة في المشرحة، صار عبد القادر يحس بأن صوتا يأتيه من أعماقه يلح عليه في التحرك وفك لغز اختفاء شقيقه، ولعله اشتاق إلى رؤيته. صمته العميق كان يجعل نظراته مشحونة بكل ما يحسه ويعجز عن التعبير عليه. يعلم عبد القادر أن أكثر ما آلم أمه وهي تحتضر مآل ميمون. فتح باب غرفته، فراشه مكانه وملابسه. كانت المرة الأولى التي يفتح فيها ذاك الباب منذ أن اكتشف اختفاءه المفاجئ قبل أكثر من 9 أشهر. دخل، على المائدة صحن به آثار طعام التصق به. المكان ظل كما كان، قرب الباب حذاءان. لم يدري عبد القادر كيف لم يلتفت إليهما يوم اكتشف اختفاء أخيه. لم يكن ميمون يمشي في الشارع حافي القدمين. أوهم نفسه بأنه لم يغادر المنزل. في السطح غرفة توضع بها الأشياء التي لا تستعمل إلا نادرا. كان قليلا ما يدخل تلك الغرفة، وقد حدثته نفسه بأن ميمون ربما آوى إليها. صدق ما دار في ذهنه، صعد السلم ثم وصل سطح الدار. الغرفة في زاوية، بابها الحديدي علته بقع صادئة. فتحه، أشياء كثيرة لا تستعمل تملأ المكان. تسلل ينظر بين تلك الأشياء علّه يقع على أثر لأخيه. لم يعثر عليه وعاد أدراجه متحسرا. منذ 4 أشهر لاحظ سكان الشارع الذي تسكنه عائلة الرواج أن زوارا كثيرين يفدون على منزل في أقصى الشارع تسكنه امرأة وحيدة. يحكى أنها مطلقة ويقال إنها أرملة، لا أحد يعلم حقيقتها إلا ما كان من أنها تعيش وحيدة لا ولد لها. كان يروج في أوساط النساء أن المرأة واسمها مربوحة امرأة تتعاطى السحر والشعوذة. كانت تقرأ الطالع وتقرأ الفناجين، ولكن الإقبال الذي صار على بابها صار مثار انتباه. رجا أنها تمكنت قبل أشهر من إبطال سحر مسحورات، وأنها أتاحت لعوانس الزواج وساعدت أخريات في الإنجاب. وكان الأكثر إثارة للاستغراب فيما قيل أن مربوحة تحتفظ بجني في غرفة من منزلها يخدمها. الذين قالوا ذلك أكدوا أن عددا ممن زاروا دار مربوحة سمعوه يصرخ ويتكلم كإنسي، ولكن أيا منهم لم يره ولا تجرأ على سؤالها عن الذي يصرخ. استغرب عبد القادر كما استغرب الجيران، وتحول الاستغراب إلى استنكار، ثم تطورت الأمور إلى مظاهرة للجيران يطالبون برحيل الساحرة عن شارعهم. ولقد عيرتهم يوما بأن نساءهم كن على مدى السنوات الماضية زبوناتها، ولم يكن ذلك التحرك ليمر دون أن يلفت انتباه مصالح الأمن. دار في اجتماع عقد في مقر الأمن المركزي حديث عن ساحرة حيمامي، وانتهى الاجتماع بقرار باستدعائها للاستماع إليها. بدت المرأة ممتثلة، لم تكن تظهر عليها علامات توتر أو اضطراب. نفت أن تكون تتعاطى السحر، ولم تنفي حقيقة كونها عرافة، ولم يكن لها أن تنفي ما يعلمه الجميع ومنذ سنين. ثم باغتها الذي يستجوبها بسؤال لم تعد له من جواب. سألها عن الأصوات التي سمعها بعض ممن زاروها، وعن ذاك الصراخ الذي يأتي من إحدى غرفها. لم يدع لها فرصة للكلام، إذ أضاف أن الناس يتحدثون عن احتجازها جنيا يخدمها ويوسوس لها بأشياء من الغيب. همت بالضحك، ولكن الصرامة التي عبرت عنها تقاسيم وجه الضابط أثنتها. لما لا تجيبين؟
أنا لا أحتجز جنيا في بيتي ولا أسخر الجن. وتلك الأصوات، لم أسمع أبدا أصواتا. ظنت المرأة النحيلة أنها أقنعت المحقق، إذ أوحت بأن الذين يقولون إنهم سمعوا أصواتا غريبة إنما هم توهموا ذلك. ولكن الضابط أخرج من درج مكتبه شريطا، قال لها: أحد الذين زاروك في منزلك سجل الصوت، سأسمعك. في زاوية المكتب على طاولة صغيرة راديو كاسيت، ألقمه الشريط وشغله. يبدأ التسجيل بصوت مربوحة نفسها وهي تعدد للزبون علله ومسبباتها قبل أن تنطق بما ينبغي القيام به. ثم قبيل توقف التسجيل يسمع صراخ يدوي من وراء حاجز. توقف الشريط وسأل الشرطي مربوحة: ما رأيك؟ هل سمعت الصراخ الذي تنكرين أنك سمعته؟ لم تتكلم، أضاف المحقق. سنمضي سويا للتأكد من كل هذا. نادى على عونين من أعوانه وأخذوها معهم على متن سيارة مموهة. فتحت باب دارها، دلف اثنان من رجال الشرطة بالزي المدني. الغرفة الأكبر حيث تستقبل زبائنها لا يؤثثها سوى سجاد عادي وطاولة قصيرة الأرجل وضعت عليها بضعة أقداح وصحن به حصى، لا شيء آخر. في غرفة نومها لم يتم اكتشاف أي شيء. ثم فجأة من غرفة مقفلة جاء صراخ، هو الصراخ نفسه الذي يسمع في الشريط. لم ينتظر الضابط وأمر مساعديه بفتح الباب. غرفة فارغة من كل أثاث إلا جلدة خروف في الزاوية. قبل أن يكمل مسح الغرفة وقع بصره على رجل تكوم على نفسه يغطي وجهه بكفين طالت أظافرهما. لما اقترب منها كشف عن وجهه، لحية كثة تكسوه. حمل الرجل إلى المستشفى، كانت تنطبق عليه الأوصاف التي أبلغ بها عبد القادر. الذي حسبه زبائن مربوحة جنيا لم يكن سوى ميمون. ستعترف مربوحة أنها خطفته واحتجزته، قالت إنه زهري وإنها سخرته طيلة تلك الأشهر لاستشراف الذي هو آت. ما لم تلتفت إليه الساحرة أنها لم تتوقع ذاك اليوم الذي وقعت فيه في قبضة الشرطة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.